هاي المضخه هي المضخه اللي بتفضي المي. اذا بتشوفوا شايفين هذا السريك الاسود الفليكسبل اللي جاي داخل من هون، هذا بكون داخل المضخه هون موجوده. هاي اللامينيشن شايفين الصدى اللي عليها، مبين الصدى اللي عليها، هاي اللامينيشنز. وهون المضخه موجوده هون سنجل فيز اي سي بتشتغل 220 فولت. من هون المضخه بتلف بتضخ خلال المانيفولد اللي موجود هون، فبتطلع المي من الدرم من التانك اللي بيحتوي الدرم وبتطلعها لبرا. هي السلك اللي هي رايحه فيه من هون، هذا اللي بيروح للخارج بضخ للخارج من هون. هذا السنجل فيز موتور، سنجل اي سي موتور، هذا اللي بفضي المي لحجمه صغير تقريبا. هلا ما في حاجه باور كثير، لو متذكرين هو اصلا كانت المي مرتفعه لارتفاع معين، بس بده يعطيها الزياده هاي حتى يطلعها من الغساله بضخها. وهذا كله بنفك، هي هدول البراغي شايفين براغي بهون، هذا بنفك بنسحب المحرك هذا مع المضخه تبعته.